تظل هذه الوسطى شاهدة على اندلاع شرارة حرب في لبنان استمرت 15 عاما. حرب خاضها اليسار المدعوم من الفصائل الفلسطينية في مواجهة اليمين غير المتحمس لنصرة فلسطين والقضايا العربية. تصالح اللبنانيون بعد أن فقدوا عشرات آلاف الضحايا والجرحى عدا عن الدمار الهائل في بلادهم. أما لماذا بدأت الحرب؟ فالسؤال لا يجد إجابة واحدة، ولليسار اللبناني قراءته لتلك الحرب. استشعرت السلطة بلبنان خطرين، خطر ناجم عن دخول الفلسطينيين بكل ما يمثل ذلك، وخطر صعود اليسار بلبنان الذي كان قد اكتسب نفوذا سياسيا وجماهيريا كبيرا وتشكل في إطار الحركة الوطنية التي طرحت برنامجا سياسيا يقوم بجوهره على إلغاء الطائفية السياسية بالبلد. بعد اتفاق الطائف الذي رعته جامعة الدول العربية في السعودية، جلس اللبنانيون إلى طاولة الحوار الوطني وقرروا إنهاء الحرب. وبعدها ظهرت تحالفات جديدة خلطت صفوف اللبنانيين وتصالح المتقاتلون من دون أن يتخلى اللبنانيون عن الانقسام السياسي المستمر. الانقسام خلال الحرب الأهلية صحيح كان يمينا ويسارا بنسبة غير قليلة، لكنه لم يكن خلاف يميني يساري نقطة. كان هناك التحالف اليساري هو تحالف يساري إسلامي فلسطيني، وهذا هو هذه هي الصيغة التي تستوعب كل المتشاركين في ضفة من الحرب الأهلية. الضفة الأخرى كانت الفريق اليميني المسيحي. في بيروت لا يزال هذا المبنى شاهدا على حقبة سوداء في التاريخ اللبناني الحديث، وكل ما يتمناه اللبنانيون أن تكون الحروب قد ودعت إلى الأبد بلادهم. قبل 25 عاما وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، واليوم يلتقي المتحاربون في أحلاف لا يجد الكثيرون تفسيرا لها. عباس صباغ، بيروت، الميادين.